اقصد المغالاه احيانا الماديه او في مغالاه في شروط بعض الاسر بتتطلب حاجات معينه تكون موجوده في عقد الزواج بتاع بنتها، شقه مثلا، ممكن بعض الحاجات خاصه ب ان انا اختار مكان السكن، حاجات تتكتب مثلا باسمها وحاجات ماديه يعني، حاجات احيانا بشكل كبير بتبقى حاجات ماديه بيحاول يضمن بيها الاب والام، غالبا اللي هي بتبقى متحكمه في الجواز، بتحاول بتضمن بيها مستقبل بنتها، لعل وعسى اي طارئ يطرق فالبنت تبقى حافظه حقها وفي حاجه ليها فيما بعد. الاغلب بيبقى الحاجات الماديه يعني في بس بتهيألي شروط القسيمه ما بتكتبش فيها حاجات ماديه قد ما بتكتب فيها حاجات معنويه. حضرتك اه لو تقصدي مثلا انا شروط القسيمه مش لانه برضو في القايمه بقى بتاعت الجواز اللي هي قايمه المنقولات اللي بيكتبوها دي، دي بقى اللي بتحبس، دي غير، انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم على الشرط اللي بيتكتب فيه قسيمه الجواز او قبل ما المأذون يكتب الكتاب. حصل معاكوا او شفتوه قبل كده او انا بصراحه ولا اول مره عليه؟ اسمع ان في شرط بيتكتب اللي هو بتاع العصمه في جدول ورا على فكره في القسيمه في الظهر كده بيبقى فيه لو في اي شروط مطبوع موجود وممكن يكتبوا ان العصمه بتبقى في ايد الست دي. انا اول مره اسمعها بصراحه يعني. انت بقى مع ولا ضد؟ طيب ايه الشروط اللي انت ممكن توافق ان هي تتكتب في الجدول ده؟ اوافق على اي حاجه بس ما عدا العصمه في ايد الست دي لسبب. بس انا اي حاجه ما على حسب راح لفين الحاجه دي برضه. دلوقتي الزوجه المستقبليه بتتفرج تمام. لا تمام ما عدا بس حته العصمه في ايد الست دي، انا معاها انها ممكن تفكر تفكير زي ده بسبب الحاجات اللي بقت بتحصل من الرجاله. يعني احنا برضو احنا مش ملائكه، ولا احنا ملائكه ولا الستات ملائكه طبعا. فانا شايف انها من حقها تطلب ده ومن حق الراجل انه يرفض او يوافق. يعني لو قالت لك مثلا انا محتاجه اسافر من غير شروط، من غير ما استأذن، ما صعب شوية بتالي. شفت؟ لأن أنا كمان لو عملت كده هي حقها إنها تتضايق. هنختلف على أول شرط أهو. يعني مش حتة تحكم على قد ما هي حتة هتبقى خوف عليها والحاجات دي، بس مش تحكم يعني. ما تتجوزش بدون علمي، ما تتجوزش عليا بدون علمي، ده شرط من الشروط الشائعة على فكرة جدا اللي كان بيتكتب دايما في 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 بعض اسامي الجواز. او انا لازم اعرف ان في زوجه ثانيه، ويمكن قبل ما حتى يتناقش انه في القانون الجديد انه يبقى ده قانونا لازم علم الزوجه. انا عايز اقول بس حاجه، ان في بعض الافكار ممكن تكون عفى عنها الزمن، يعني في مساله الارتباط والزواج، وان الحياه بقى فيها تحرر شويه فيما يتعلق باختيار الشريك الاخر. يمكن في بعض الحاجات الجديده اللي كانت الناس بتتكلم فيها ان احنا ممكن نعيش ونرتبط بحد احنا بنحبه حتى من غير مساله اللجوء للتعقيدات بتاعه الزواج. وده يمكن اللي هو بيتعامل بيه العالم بعيد عن المحيط بتاعنا، ان هو انا ممكن اختار بعيد عن قيمنا، بعيد عن قيمنا طبعا وثقافتنا وكل الافكار اللي احنا مؤمنين بيها، وطبعا اولها اخلاقنا وديننا والحاجات دي. ولكن اعتقد مع تغير رتم الحياه ومع تغير العصر بقت في ثقافه قديمه في الارتباط والجواز احنا كنا محتاجين نتخلى عنها شويه. بعض الاسر ممكن ما بتتمسكش بيها، هي مش معناها ان انا اهدم الاخلاق خالص او اتعدى على الثقافه بتاعت المجتمع او اقول ان الست من حقها تتجوز وتعيش براحتها، ولكن اعتقد ان لازم يبقى في تغير في نمط الجواز. يعني حط لي الاكل او الهديه او مش عارف العزومه اللي انا عزمتك في مره ولا الحاجات دي تحطها لي كده عشان اجي لو احنا فيما بعد حصل سوء فهم وما كملناش تحاسبيني، احاسبك وتحاسبيني على الحاجات اللي احنا صرفناها. يمكن كان في ترند طالع كده لا كان في من كام يوم حد كان عامل قايمه كده ان هو عزم خطيبته اتكلمنا فيها ب 10000 جنيه ده حسب كيس البرتقال اللي دخل عليهم بيه زياره، متخيلين؟ حسب كيس الفاكهه. فلا كانت حاجه عجيبه جدا. ثقافه الجواز محتاجه تتغير شويه، مش معناها ان انا اهدم الاخلاق اللي بيمشي عليها المجتمع، ولكن محتاجة أغير شوية من ثقافتي. تفتكر يا أستاذ عمرو أن الطباع بتتحدد في مرحلة الخطوبة قبل طبعا الجواز؟ هل دي مرحلة مهمة بنحدد فيها أنا طباعي إيه وإنت طباعك إيه والدنيا ماشية إزاي وأنا بحب إيه وإنت بتحبي إيه، ولا الفترة دي ما بنعرفش نقيم من خلالها قوي لأنه بتبقى معظمها تمثيل يعني إلا من رحم ربي؟ حقيقي فعلا هي الفترة دي
مهمه. وانا مش يعني من وجهه نظري مش شايف ان هي المفروض تبقى ولا قصيره ولا طويله، هي بتتحدد ان الخطوبه تخلص وقت ما الطرفين يعني يكونوا فاهمين بعض ومتفقين على كل حاجه. ف يعني شايف ان طبع الراجل او الست 100% هيتغير بعد الجواز، لان هم داخلين حياه جديده تماما مع بعض وما جربوهاش قبل كده. قبل الجواز الموضوع بيبقى مختلف تماما، هم لسه بيعرفوا بعض بيطبقوا على بعض زي ما قلنا، بس بعد الجواز المسؤوليه بتزيد اكتر بكتير جدا. فانا يعني شايف يعني ايه كده كده هنتصدم ولا ايه الحكايه؟ كده كده احنا الاثنين إيه هنتصدم. ايه اللي يقدر يحمينا من الصدمه دي؟ كده كده احنا الاثنين يعني ممكن نتصدم. ما هذا الامل يا استاذ عمرو. ليه كده احنا داخلين على عيد حفله؟ خد بالك ده موسم جوازات، ده كل الناس يعني بعد يوم عرفان ده هتلاقي ناس كتير قوي بتتجوز. فليه كده الاقبال ده؟ ليه كده كده هيتغير؟ لا ما فيهاش، حتى لو قعدوا مخطوبين. لا طب نعمل ايه؟ يروحوا يتزوروا كتير في بيت الاهل مثلا؟ دي حاجه مهمه طبعا، لازم يكون في مقابلات كتير في بيت الاهل، اهلها اهله يعرفوا بعض اكتر، ياخدوا وقتهم يعني. ياخدوا هو قد ايه بقى من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري لما هم يحسوا ان هم الاثنين جاهزين لكده. مش فكره ان انا امتى اخلص بيتي ولا امتى انت يعني جهازك هيكمل الله. طب ما انا ممكن كعريس مستعجل والله، انا شايف ان انا جاهز الاسبوع الجاي نخش بقى نكتب الكتاب ونعلي جميع. ما هو ده بيحصل فعلا، بس في الاخر بيحصل مشاكل وبيتطلقوا. يعني شفناها كتير دي، واحد مخلص جاهز يلا سنة. مثلا كويس سنه، على حسب برضو دماغ الاثنين عامله ازاي مع بعض.